files and folders او files and directories، الملفات والمجلدات يعني، بس مش بالمفهوم اللي انا قلت لك عليه في الاول انك تبقى فاهم يعني ايه ملفات ومجلدات، لا. انا اقصد ان اللغه اللي انت شغال بيها تبقى فاهم كويس هي بتتعامل ازاي مع الملفات والمجلدات، بمعنى ازاي انشئ ملفات، ازاي انشئ مجلدات، ازاي احذف الملفات والمجلدات، ازاي انسخ الملفات والمجلدات او اعمل لهم تغيير اسم او اعمل لهم نقل من مكان لمكان قط، يعني لازم ابقى فاهم كل الكلام ده. مش بس كده، ازاي اكتب على الملفات، وفرق ما بين الملفات النصيه والملفات الباينري. الملفات النصيه الملفات العاديه اللي هي تفتحها كده تلاقي كلام مكتوب، ده سهله دي في اي حاجه، لما امتدادها على تي اكس تي، تفتحها على الويندوز، تفتحها على اي حاجه تي اكس تي، ملفات نصيه تكست. لكن الملفات الباينري اللي هي الصور، الصوت، الفيديو الى اخر هذه الملفات، يعني كل ما هو غير نصي هو باينري. خد بالك ازاي الملفات اللي انت بتتعامل بيها دي كلها، الصور والحاجات دي كلها باينري، يعني لغه البرمجه اللي انت شغال بيها اكيد بتكتب على النصي وبتكتب على الباينري وبتفتحه وبتقراه وكل الكلام ده. فانت لازم تبقى فاهم الكلام ده، ولازم تبقى عارف ازاي تقرا منه، ازاي تكتب عليه، ازاي تعمل له ابند، يعني هو من غير ما تيجي ناحيته تضيف عليه، يعني من غير ما تاذيه، من غير ما تحذفه، من غير ما تعيد كتابه، لا هو زي ما هو، وانا هزود عليه بقى كلام مثلا، هزود عليه محتويات، هعمل الكلام ده ازاي. ازاي مثلا يبقى عندي مجلد واعرف الملفات اللي جواه والمجلدات اللي جواه، ازاي اعدهم، ازاي اشوفهم، ازاي اعرضهم، يعني الحاجات دي كلها لازم تبقى فاهم ازاي لغه البرمجه اللي انت بتذاكرها بتعملها، عشان لو احتجت اي حاجه منهم تعملها بكل سهوله بفضل الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهده اكبر دعم لينا بفضل الله، عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتاكد تماما انك اي حاجه بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك، ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجه بتنشرها للناس.